كيف يتخلص الإنسان من الوسواس القهري أو غيره من الوساوس؟ أولاً كل ما قال نفسه شيء يضادها في أي باب من الأبواب. نفسه تقول ما توضيت، يقول اخسى عدو الله أنا أتوضي. يقول ما صليت، يقول اخسى عدو الله أنا صليت. يقول طلقت زوجتك، يقول اخسى عدو الله ما طلق. كل ما يقول له نفسه شيء في الوسواس القهري عليه أن يجيبها بعكس ما يقول، ولا يعمل بشيء من الوسواس حتى يشهد عليه اثنان من المسلمين عدلان، اثنان من المسلمين عدلان فقط. والوسواس القهري قد يكون لعدة أسباب، سببه تغلب القرين على الإنسان، هذا واحد. سببه صعود أبخرة للدماغ، وهذا مرض عضوي، هذا اثنين. سببه العين، سببه السحر، سببه تسلط الشياطين على الإنسان، سببه ضعف الإنسان، ضعف إرادته، شدة استسلامه، عجزه، عدم تربيته لنفسه. أمراض الوسواس كثيرة. كيف يعالج الإنسان من الوسواس؟ أولاً عليه بالحجامة في رأسه 3 مرات متتالية، أسبوع ثم ترك، ثم أسبوع ثم ترك، ثم أسبوع ثم ترك، ثم كل شهر لمدة 6 أشهر، وبإذن الله يذهب عنه الوسواس. الأمر الثاني، يغتسل بماء وسدر، يغتسل بماء وسدر على الأقل في الأسبوع مرة، وإن زاد فهو أفضل. يأخذ 7 حبات من ورق السدر الكنار وينقعه في الماء، ثم يغتسل فيه كل يوم، يغتسل فيه كل أسبوع مرة، مرتين، 3. الأمر الثالث عليه بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يعافيه. الأمر الرابع، يأخذ العلاج والأدوية التي تصرف إليه من الطبيب.